مصر جميلة بنحبها على أرض الخير كتير. يا رب حافظ عليها، ده أنا حلمي فيها دايما كبير. هقدر أكون دكتور، محامي، ضابط، مهندس، طيار، يطير. كل دي أنا وأصحابي، دلوقتي جا وقت التغيير. بلبل بلبل بلبل، سيب الكرة اللي في ايدك، سيب الكرة اللي في ايدك. شفت اللي حصل؟ هو حصل ايه يا كريم؟ زقزقة صاحبتنا سابت المدرسة. يا خبر، ليه؟ طب وينفع كده من غير ما تقول لنا مع السلامة؟ انا زعلان. شفت يا مينا؟ زقزقة سابت المدرسة. زقزقة سابت المدرسة؟ ليه يا بلبل ليه؟ مش عارف بقى، بس بيقولوا راحت مدرسة احلى ونسيتنا كمان. انا زعلان. انا كنت معاها من يومين وما قالتليش. طيب ليه؟ بيقولوا لقت مدرسة اكبر واحلى واصحاب احسن كمان. يعني زقزوقة لقت صاحبة احلى مني. مالك يا ليلى، بتعيطي ليه؟ زقزوقة سابت المدرسة ولقت صحاب تانيين، انا خلاص ما بقتش بحبها. انت متأكدة؟ ايوه، مينا هو اللي قالي كده. مين قالي مينا؟ مش عارفة بقى، قالي بيقولوا. ومين قالك يا مينا؟ بلبل. ومين اللي قال لي بلبل؟ مش عارف، قال لي بيقولوا. اوه، انا عرفت هعمل ايه. كريم، مين قال لك ان زقزوقة هتسيب المدرسة؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هي زقزوقة هتسيب المدرسة فعلا؟ ده انا كنت بهزر. زقزوقة؟ انتي كنت فين يا زقزوقة بقالك يومين؟ ها؟ انا كنت مسافرة مع بابا وريانا. كده يا كريم؟ اهو كلنا زعلنا من زقزوقة وكنا هنخصمها بسببك. انا كنت بهزر. إيه، انت اللي رحت قلت لكل اصحابنا. لا يا كريم، مش بلبل اللي قال للمدرسة، انت قلت البلبل وبلبل قال لي وانا قلت الليلة. كلكم عملتوا غلط لما نقلتوا كلام كريم اللي كان بيهزر على انه جد من غير ما تتأكدوا. مش كل حاجة نسمعها نرددها وننقلها عشان ما نساعدش على نشر الكذب. انا اسفة يا زقزوقة، انا كنت خلاص هخصمك. انت صاحبتي طول عمري يا ليلى، وانا بحبك قوي ومش هزعل منك. وبمناسبة ان زقزوقة رجعت لينا، هديكم كلكم